من وفق إلى أن يرفع يديه إلى السماء لن يخيب. عند الترمذي وغيره يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم ستير، يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. الله لا يتعاظمه ما يعطيه، كل أمنياتك على الله هينة. في الحديث عند ابن حبان يقول صلى الله عليه وسلم: إذا سأل أحدكم فليكثر، فإنما يسأل ربه. إذا أردت أن يلين قلبك خذ هذه الطريقة المجربة والثابتة في السنة. قال صلى الله عليه وسلم لرجل: إذا أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. كما تتصور أن العبادة في فعل الطاعات، ترى كذلك من العبادة أنك تكف شرك وأذاك عن الناس. في البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم لرجل: وتكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. من كف أذاه عن الناس له الجنة. في مسند أحمد ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة كانت قليلة الصوم والصدقة والصلاة لكنها لا تؤذي جيرانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة. الله أكبر. وأنت تصلي تذكر حديث ابن عمر يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قام العبد يصلي أتي بذنوبه كلها فوضعت على رأسه وعاتقه، كلما سجد وركع تساقطت عنه. تتنزل عليك رحمات المولى بقدر إحسانك إلى الخلق. يقول سبحانه: إن رحمة الله قريب من المحسنين.